فايلر ايا كان ما بحبش اتكلم في ارقام، تم الاتفاق معاه. ده اول ظهور اعلامي لفايلر على شاشه مصريه منذ ان تولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي. الجزء الاول من حواره والذي انتهى منذ دقائق مع الكابتن شوبير وسيف زاهر اتسم بالمصداقيه، اتسم بالصراحه، اتسم بالعديد من الامور التي تستحق ان نقف امامها كثيرا. وعلشان كده احنا خصصنا هذا الجزء الوقوف على أهم ما جاء في حوار فايلر مع شوبير وسيف أو سيف وشوبير، ورصدنا لكم أهم ما قالوا، واختصرنا لكم الحوار كله في هذه النقاط المهمة. زميلنا الأستاذ أحمد السيد مراسلنا في النادي الأهلي تولى المتابعة والتغطية ورصد لنا أهم ما قالوا مستر فايلر مع شوبير وسيف. استاذ احمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك يا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان. يعني خلينا نقف على اهم المحطات في حوار فايلر الاول منذ قدومه الى مصر مع شوبير وسيف او سيف وشوبير، واهم النقاط اللي تحدث فيها فايلر في هذا الحوار. يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول اول حوار يعني مستر فايلر يطلع بيه من خلال يعني وسائل الاعلام المصريه او حتى العربيه يتحدث عن كل الامور اللي بتخص النادي الاهلي وبتخص الفريق، ويمكن الراجل اتكلم في العديد من الامور. خلينا نلخصها كده لكل متابعينك في كل مكان، يعني حتى لما سئل على تجديد تعاقده مع النادي الاهلي وقال ان هو بيرحب بالتجديد ويرحب بالبقاء داخل النادي الاهلي، وان كان هو بيحب ياخد الموضوع خطوه بخطوه، فقال لسه الموضوع مبكر الحديث فيه، لكن هو طبعا مبسوط ومتواجد داخل النادي الاهلي. لما سئل على تعديل في الجهاز الطبي او الجهاز الاداري قال يعني اكيد بنحب نعمل اضافات او تعديلات، لكن هو سعيد بالمجموعه المتواجده حاليا، وفي نفس الوقت الكلام مبكر ان هو يقدر يعدل فيه. قال يعني لسه الامور ما يعني بسبب تفشي طبعا فيروس كورونا ما فيش كانت نيه ليه ان يكون في جلسه لتجديد التعاقد او لمناقشه الامور التعاقديه، لكن هو بيرحب بالتواجد داخل النادي الاهلي. ايضا يعني كان رده على ما يشاع بشان خلافاته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو نفى هذا الامر تماما وقال ان هو بيسمع ليه لكن لا يعيره اي اهتمام. ويمكن احنا هنا اتكلمنا مع حضرتك في هذا الموضوع قبل كده، وقال ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيأدي دوره الاداري بشكل مميز جدا وما فيش اي خلاف ما بينه. حتى كمان لما سئل على انه كان نيته استدعاء هاني رمزي للتواجد في الجهاز الفني قبل توقيع تعاقده مع النادي الاهلي نفى الامر ده تماما، او بمعنى اصح قال مش بحب اتكلم عن حاجه سابقه، انا بفضل الكلام عن المجموعه الحاليه ودلوقتي اللعيبه او المجموعه اللي معايا كلها بتشتغل بشكل مميز. حتى اتكلم ان الطياره مش بتطير لوحدها، لازم الطيار والمساعد بتاعه والطاقم الخاص بيه. لما اتكلم عن مفاوضاته مع النادي الاهلي مبكرا قال كان اول لقاء مع المهندس خالد مرتجي، وعرف قد ايه قيمه وقيمه حجم النادي الاهلي وقد ايه هو لم يفكر كثيرا لانه كان يعلم قيمه النادي الاهلي. قال اتكلمنا في بنود التعاقد لكن هو شعر بارتياح كبير وعلى هذا الاساس على طول يعني خاض المغامره اللي هو شايف بنسبه كبيره هو ناجح فيها حتى هذه اللحظه. قال ان هو مش بيركز مع السوشيال ميديا، ما عندوش حسابات على السوشيال ميديا، لكن في نفس الوقت اللي بيهمه فقط هو العمل داخل النادي. قال ما بيهموش الاسماء، ما بيهموش اللعيبه، لكن بيهمه العطاء داخل الملعب. لما سئل على حسام عاشور على سبيل المثال قال ان هو يعلم ان حسام عاشور قدم الكثير للنادي، لكن لما الاداره سالته على رايها الفني او رايه الفني في حسام عاشور هو قال ان هو مش اول لعيب، او بالعكس يعني يعتبر في لعيبه كتير افضل منه في مركزه، وهذا لا يعيب حسام عاشور. قال ان حسام عاشور لعيب كبير وتاريخه اكبر من لعيبه كتير، لكن هو بيتكلم عن لعيبه كان دوره ان هو يديها الثقه ويطورها ويبقى فيه يعني اضافه للمجموعه الحاليه. فهو شايف ان حسام عاشور ممكن يكون لعيب كبير ولكن مستوى اقل بعض الشيء من المجموعه المتواجده، وبالتالي في لعيبه كتيره بتاخد يعني الماتشات عنه. نفس القصه لما سئل على شريف اكرامي قال شريف اكرامي لعيب كبير وهو يعني عنده خبرات كثيره، عشان كده كان بيستشيره في الامور تخص اللعيبه.
قال ان شريف اكرامي شخصيته قويه، احترف في اوروبا ولعب مع المنتخب، فهو عنده ثقه في نفسه وحد يعني محترم بشكل كبير، اتكلم معاه في امور كتيره وبيستعين بيه، لكن هو قراره ان هو عايز يقدر يشارك في نادي تاني ويقدر يلعب فيه. لما سئل حتى على مصطفى شوبير قال عنده اللعيب عنده امكانيات كبيره ومميز وعنده ما يؤهله انه يكون حارس مرمى الاهلي في وقت من الاوقات، لكن دوره ان هو يشتغل على نفسه ويطور من نفسه، ما بيفرقش معاه اللعيب ده مين وابن مين وجاب ايه واشتغل قد ايه وتاريخه ايه بقدر تواجده في التدريبات والشغل اللي بيعمله. قال عندنا حراس كتيره زي محمد، زي محمد الشناوي، زي علي لطفي، زي مصطفى شوبير، زي ايضا كمان حراس المرمى الصاعدين. لما سئل على احمد الشناوي قال شائعه دايما بسمعها وامر يعني ما بقاش يضايقني، هو بيركز في شغله ولم يطلب التعاقد مع احمد الشناوي ولن يطلب التعاقد ايضا مع احمد الشناوي، وده الحمد لله اتكلمنا فيه مع حضرتك من يومين لما تم ترديد ان احمد الشناوي لا اللي بيفاوضه او بخصوص هذا الامر، لما يعني كل الناس توقعت ان بيراميدز هيقترب من التعاقد مع شريف اكرامي وبالتالي احمد الشناوي ممكن يجود في الاهلي، نفينا مع حضرتك الكلام ده والحمد لله فايلر اليوم بياكد هذا الكلام، بيقول ان التعاقد مع احمد الشناوي ما هو الا شائعات. قال كمان ان هو بيتابع صلاح محسن وان هو يتمنى ان هو ياخد فرصه كويسه علشان يقدر يشارك، ولعيب مميز ما كانش يعرف ان هو صفقه ماليه او جت بمبلغ مالي كبير، قال ما كانتش هتفرق معاه، لكن في نفس الوقت هو عارف ان هو لعيب صغير في السن لازم ياخد ثقه ويلعب في نادي تاني يتطور ويرجع يفيد النادي الاهلي. قال وليد ازارو برضه لعيب كبير لكن طريقة لعبه يمكن ما بتفيدوش قوي، هو بيحب يلعب اكتر مع الفرق اللي بتلعب على المرتدات، في نفس الوقت هو شايف ان يعني او كان يعلم ان وليد ازارو يعني يمكن مستواه اقل شويه عن المواسم السابقه، لكن هو لعيب كبير وبالتالي فضلت ان هو يطلع في تجربه احترافيه يخوض مغامره مختلفه ويرجع اكثر قوه. لما اتكلم على الشائعات عموما قال يعني هو الموضوع ما بقاش بيضايقه، هو متعود عليه وهو دارس اعلام، بيهمه في الاخر مصلحه الفريق وبيهمه في الاخر المصلحه العامه، يعني قال ان هو يعلم منظومه النادي الاهلي جيدا ويعلم ازاي الامور بتدار داخل النادي الاهلي وبالتالي هو بيتحرك في الاطار ده. بالنسبه لاحمد فتحي قال بتمنى يكون موجود معانا، لعيب كبير ما اعرفش المفاوضات معاه ايه، ان هو مش بيخش حتى في الامور التعاقديه مع اي لاعب، لكن هو يهمه احمد فتحي يكون موجود. وحتى محمد هاني برضو قال لعيب كبير، واتكلم على كمان اليو باجي قال لعيب يعني يمكن حاولنا نتعاقد مع مهاجم، الامور التفاوضيه دايما برضو هي اللي بتقودنا، فكان التعاقد مع اليو باجي وقال لعيب مميز جدا ولكن هيحتاج وقت على ما يتاقلم لانه لعيب صغير في السن، لكن في النهايه هو لعيب مميز جدا. قال ان مبسوط بالنادي الاهلي اكتر امر ضايقه في الفتره الماضيه، يعني هو ما الاحداث التي عقبت مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، قال كان مستاء منها جدا، وقال انا كمدرب رحت سلمت على مدرب الزمالك وهنيت لعيبه الزمالك ودي الرياضه ويجب ان تكون كده، مش هنكسب طول الوقت. في نفس الوقت كان متضايق، قال احنا المفروض نكون قدوه كجهاز فني وكلعيبه للجماهير، فهو المشهد ما عجبوش من خروج بعض جماهير الاهلي وبعض جماهير الزمالك وبعض لعيبه الاهلي وبعض لعيبه الزمالك عن النصر، قال الموضوع ده ما كانش مبسوط منه، وقال يعني ان هو اتكلم حتى مع لعيبته في هذا الامر، يعني لما سئل هل قصده على كهربا نفى الموضوع، قال ان هو بيتكلم على العموم، هو بيتكلم مع اللعيبه دايما وبيحاول يوجه اللعيبه دايما لان هو قريب من اللعيبه ويتمنى كمان ان اللعيب يكون مركز في التدريبات. برضه لما سئل على صالح جمعه قال انه يعني العلاقه معاه يهمه ان يكون صالح جمعه مركز اكتر في الملعب، لما سئل ان الصفحه معاه مغلقه يعني شك بشكل نهائي او الموضوع مقفول تماما، قال لا طبعا ما فيش حاجه كده، لكن في الوقت الحالي يعني يهمني ان هو يركز، ولما سئل ان ممكن طبعا ينتقل لنادي الزمالك قال بتمنى له التوفيق في اي نادي يلعب فيه ما فيش اي مشكله، لكن انا يهمني طبعا سلوك اللعيبه ويهمني التركيز داخل التدريبات، وفي الاخر هي دي كره القدم. واتكلم برضو لما سئل عن اشراك كهربا في مباراه السوبر قال ده امر فني، ما بفكرش اللعيب ده لعيب كبير وبالتالي مش بفكر ان هو كان في الزمالك او استفزاز او جماهير او الكلام ده كله، لكن كهربا قال هو افضل كتير، بدايته ما كانتش جيده لكن هو بيطور من نفسه وتحسن بدنيا وهو لعيب كبير على المستوى الفني والبدني. وقال ان كهربا لما اتقال ان كهربا انضم بدون موافقته قال الكلام ده مش مظبوط، النادي كله وافق وانا جزء من النادي والنادي الاهلي دايما بيتحرك في اطار معين. برضه لما اتقال ان هو قراره بتجنيد كهربا والاداره رفضت ده قال ما فيش كلام من ده خالص،
الفنيه بتبقى بايدي، والاداره مدياني الحريه في الملف ده، وهو ما جمدش اي لاعب، بل بالعكس هو دايما بيحب يكون قريب مع اللعيبه وبيحبهم على المستوى تمام الشخصي. يعني ده يمكن ابرز ما جاء في حوار فايلر، ودي كانت الكواليس اللي جاءت بفايلر على شاشه اون تايم سبورت. برضه ان انفردنا معاكم بالكواليس، والاستاذ احمد السيد لخص كل ما جاء في الجزء الاول من الحوار، وبكره اكيد الاستاذ احمد هيلخص لنا الجزء الثاني وهنتكلم فيه بالتفاصيل ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا ابو حميد. شكرا جزيلا. يعني ده الجزء اللي احنا خصصناه سريعا لمتابعة حوار مستر فايلر، الحوار الأول لفايلر في الإعلام الرياضي المصري منذ أن تولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي. خلينا نأكد على ثوابت مهمة، أكيد الجزء الثاني هيكون شيق يستحق المتابعة. خلينا نشكر إيزات ونجيب سويرس وأحمد دياب وكل القائمين على الـ هذا العمل النموذجي. الإعلام هادف يساعد على الأعاد في البيت ويتمشى مع سياسة الدولة، وإن احنا نكون موجودين في بيوتنا علشان خاطر ربنا ينقذنا من شر هذا الوباء خلال هذه الفترة. الملف الثاني اللي معانا النهاردة ملف أحمد فتحي. الناس كلها مشتاقة تعرف تفاصيل ما دار على مدار الساعات اللي عدها أحمد فتحي مع اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح. خلينا نقول حاجة مهمة، إن اللجنة طبعا برئاسة الكابتن محسن صالح، وتواجد الكابتن خالد بيبو، وتواجد الكابتن زكريا ناصف، وتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكل كان متأكد ان هذه الجلسة لن يكون فيها اي كلام سوى ان احمد السيد يجي وقع، لان كل شيء كان منتهي مع نادر شوقي وكل الامور انتهت بلا رجعة. وزي ما انا انفردت معاكم من يومين وقلت يوم الاثنين سيوقع احمد فتحي رسميا، وان المبلغ 10 مليون جنيه ومليون جنيه اعلانات 11 مليون جنيه، اجمالي 22 مليون جنيه في سنتين زي ما حصل مع وليد سليمان.